يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا. بدايه كل التحيه لكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. كلام كتير طبعا عن الاهلي، والاول اكرم توفيق. كلام طبعا حضراتكم يمكن على مدار 24 ساعه الاخيره تابعت وشفت وسمعت كلام كتير جدا على اكرم. بدايه اطمنكم حتى اللحظه كل ما قيل او كل ما تم تسريبه او كل ما نشر على اصابه اكرم توفيق غير حقيقي على الاطلاق. ممكن اقول لك انه الجهاز الطبي ودكتور احمد ابو عبلة لغايه اللحظه دي ما يقدرش يحدد طبيعه الاصابه او حجم الاصابه وفتره ابتعاد اكرم عن المشاركه مع النادي الاهلي اللي جاي. لكن في النهايه المؤمن دايما مصاب، وده قضاء الله وقدره، وبالتالي ما عندناش غير ان احنا نقبل بيه. صحيح بنزعل، مش بس يعني انت طبعا اي لاعب في النادي الاهلي بتفقده بسبب الاصابه بيكون فيه زعل، وبالذات لما يكون من اللعيبه اللي واصله ل يعني حاله فنيه وحاله بدنيه عاليه، بالتالي اكيد طبعا غيابه بيأثر على الفريق. لكن اكرم بالذات حاله خاصه، يعني بالذات كمان لانه لسه راجع من اصابه طويله واصابه صعبه، وبالتالي يعني اول ما ابتدى يحط رجله في الملعب واول ما ابتدى يوصل فورمه كويسه جدا سواء مع الاهلي او مع المنتخب، هي عين ممكن تبقى عين الحقيقه، يعني يصاب مره تانية باصابه صعبه هتبعده بالتاكيد. انا ما اعرفش طبعا حجم الاصابه او تاثيرها على مشاركته مع الاهلي، هل السيزون انتهى بالنسبه لاكرم ولا بنتكلم على انه ممكن يكون بعيد عن كاس العالم، ممكن يكون بعيد عن بدايه دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وممكن يلحق معانا المتبقي من الموسم، ومع الاخذ في الاعتبار انه موسم طويل وممتد. انسى تماما فكره الموسم يخلص في 30/6 دي، ده كلام حبر على ورق يعني، لكن في النهايه حجم الاصابه قد ايه؟ هتبعده قد ايه عن الملاعب؟ ما حدش عارف. اكرم كمان من لعيبه الرجاله، يعني في روح دايما حاضره، يعني قصه مش قصه لعيب كويس ولا لعيب قوي ولا لعيب سريع ولا لعيب بيقوم بادوار مركزه بشكل كويس جدا خليته تقريبا في فتره قليله نمره واحد في مصر، لكن كمان الروح اللي عند اكرم دايما تخليك متعاطف معاه، الروح اللي عند اكرم تخليك دايما حبه، تكره اي شيء، كنت بقى اهلاوي كنت غير اهلاوي، يحصل للعيب زي اكرم توفيق. الف سلامه عليك يا اكرم، وان شاء الله باذن الله بسيطه، وبرده نراهن على العزيمه وعلى الاراده وعلى التصميم اللي عندك انك ترجع دايما افضل واحسن من الاول. عندنا